كيفاش يقدر يتنصب عليك عن طريق الذكاء الاصطناعي. روت كارد، امرأة مسنة عايشة في كندا، كتفاجأ واحد النهار باتصال هاتفي من الابن ديالها كيقول لها بلي الوالدة انا محتاج 3000 دولار وانا راه في ورطة، عافاك المسافه ديال الفلوس دابا وسيري للبنكة وفرسي ليا في هاد الكونت. هنا بطبيعة الحال غيبدا الخوف والقلق بالنسبة للأم وغتوجه مباشرة لأقرب وكالة باش تصيفط لولدها الفلوس. ومباشرة بعد ما توجهت الامرأة المسنة روت للبنكة كتقول الموظف بلي راه الولد ديالها راه في ورطة، عافاك لما صيفط له 3000 دولار حالا. ولكن الغريب في الأمر أن الموظف ديال البنكة انتبه لواحد المسألة بلي هي تاني مرة كتجي للبنكة وفي نفس اليوم وعندها نفس المشكل، حتى هي ولدها محتاج الفلوس ونفس المبلغ تقريبا اللي هو 3000 دولار. هنا بطبيعه الحال موظف ديال البنكه غادي يسول المراه واش فعلا ولدها عنده مشكل. قالت له بطبيعه الحال باللي راه الاتصال هاتفي جاها من ابن ديالها وطلب منها انها تفيرسي له الفلوس في الكونت ديالو. قال لها موظف ديال البنكه عاودي تاكدي من هذا الاتصال، اتصلي بولدك وسولي. فعلا المراه ما كذباتش، هزت التليفون ديالها وصونت للابن ديالها كتقول له ولدي راه انا غنصيفط لك الفلوس دابا، واش انت عندك مشكل؟ هنا كانت المفاجاه ان الابن ما عنده حتى شي مشكل وبلي المكالمه اللي جاتها ماشي هو اللي صنع عليها. هنا علامه استفهام كبيره من طرف الام وكذلك من موظف البنكه اللي غادي يخليهم بجوج يستدعيوا الشرطه ويشوفوا هذه المساله ديال هذا الاتصال الهاتفي. ومن بعد تبين ان المكالمه اللي جاتها ماشي من الابن ديالها بل عن طريق الذكاء الاصطناعي. فكيفاش تم خداع المراه المسنه روت وكيفاش هذا النصاب استطاع انه ياخذ عينه من الصوت ديال الابن ديالها ويتصل بها؟ كلكم شفتوا الذكاء الاصطناعي في الفتره دار واحد الضجه خصوصا من شركه اوبن اي بعد ما تلقات الروبو ديالها الشهير شات جي بي تي، كلشي ولا كيهضر على الذكاء الاصطناعي. فهنا في قصه ديال روت بلي الذكاء الاصطناعي قام بخداع هذه المراه المسنه. هناك برامج عزيز المشاهد كتقوم بمحاكاه الصوت عن طريق الذكاء الاصطناعي، ومن اشهر هذه البرامج برنامج ليفل اب. هذا البرنامج كيفاش كيخدم؟ كيقوم النصاب باخذ عينه من الصوت ديالك، ممكن ياخذه من الواتساب في اوديو ديالك، ممكن ياخذوا في فيديو، ممكن ياخذوا من الميسنجر، المهم اي وسيله فايت انت هضرتي بها، اولا ممكن يسجل لك مكالمه صوتيه. كياخذ هذه العينه وكيحطها في البرنامج، والبرنامج شنو كيدير؟ كياخذ عينه من الصوت وكيقوم بتحويلها لجمل، يعني يقدر يصنع جمله كامله عن طريق الذكاء الاصطناعي. بحال مثلا الو الوالده صيفط لي 500 درهم انا راني محتاج بالصوت ديالك وبدون اخطاء. علاش؟ لان ديجا البرنامج خدا العينه من الصوت ديالك. والخطير في الامر ان هادشي كيدار ريل تايم. شنو كنقصدوا هنا بريل تايم؟ يعني في المباشر، يعني يقدر يتصل بك مباشره ويقدر يقول بك، يقدر يهضر معك بصوت الاب ديالك، الام ديالك، الاخت ديالك، الصديقه ديالك او الصديق ديالك، اعمامك، اخوالك، تخيل معي اي صوت ممكن انه يتصل بك مباشره ويقوم بالخداع ديالك. شفتوا الخطوره ديال الذكاء الاصطناعي فين وصلت؟ وفاش داروا بحث في هذا الموضوع لقاو اكثر من 36000 شخص تم النصب عليهم عن طريق الذكاء الاصطناعي وبمبلغ 11000 مليون دولار. اخي الكريم، واو، تخيل معايا هذا المبلغ اللي نصب على الناس عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي هو الاي اي. وفي الاخير هادشي راه ممكن يوقع لاي واحد فينا، ممكن يجيك اتصال من الاب ديالك، من الاخ ديالك، من الصديق ديالك. فإذا توصلتي باتصال هاتفي اول حاجه تكالما وشوف، تاكد من مصدر المكالمه وحاول تقوم باعاده الاتصال بالشخص اللي طلب منك الفلوس وتاكد من المساله ديال الريب والكونت ديالك، فراه ممكن يتنصب عليك غير بالضحك. هاد القصه اخي الكريم راها واقعيه، خوذها على محمل جد، راه الذكاء الاصطناعي غادي في تقدم. في اتونسيو اخي الكريم، انا حاولت في هاد القصه انني نقربكم للذكاء الاصطناعي والخطوره ديالو، كذلك ان شاء الله غنديروا حلقات على الذكاء الاصطناعي وممكن انك تستفد به في الخدمه ديالك، في القرايه ديالك. ان شاء الله توقعوا حلقات على الذكاء الاصطناعي. الى عجبكم هذا الفيديو خليوا لي لايك واعطيوني التعليق ديالكم على هذه المراه روت اللي كان غيتنصب عليها، واعطيونا رايكم كذلك في هذا النوع من المواضيع على الذكاء الاصطناعي الا بغيتوهم. اما الان عزيزي المشاهد، اضرب لكم موعدا في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، احبكم في الله دائما وابدا، والسلام.